وعلى العموم نرجع لحفل التنصيب ونتكلم عن ليدي غاغا اللي شاركت بغناء النشيد الوطني، وبغض النظر عن أدائها الناس كانت تتكلم عن جزئية أخرى وهي الدبوس اللي كانت لابسته أو البروش، ورغم أنه فكرته واضحة ومو محتاجة شرح كثير، لكن غاغا في تغريدة وضحت فكرته وقالت أنه التصميم هو لحمامة تحمل غصن زيتون، وأضافت في كلامها لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعاً.